ماذا سنستفيد من قراءة التاريخ ووعي التاريخ بالشكل المطلوب؟ يعني هل سنجد النجدة ونجد العون من التاريخ للخروج من المآزق التي نحياها؟ أنت الآن حين تنظر لا تكاد تجد حركة إسلامية كتبت تاريخها كتابة موضوعية ثم نقدته فحددت المخطئة وحددت أين أخطأ ثم قررت أو أصدرت توصيات كيف يمكن أن نعالج هذا الخطأ. من الشبهات المنتشرة والتي يضغط بها العلمانيون والمستشرقون في واقعنا الآن يستهدفون بها التشكيك في الإسلام هو إنه علم الحديث إنما كتب برغبة السلطة أو على الأقل تحت عين السلطة. السياق الدولي لم يساعد محمد علي على إتمام مشروعه الذي تحطم في 1840، لكانت إسرائيل قامت قبل موعدها بنصف قرن على الأقل، لأن محمد علي كان من أهم الساعين في تأسيس كيان يهودي لإسرائيل في فلسطين. الباحث في التاريخ والحضارة الإسلامية محمد إلهامي في لقاء خاص يأتيكم في الأوقات التالية.